عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نوريوكم كيف تعملوا وايت ليست الفي في سيرفر نيو لايف رول بلاي، وباش نفسروا لكم شنيه هي الوايت ليست الفي. واللي يحب يصب جي تي ار بي على البي سي ولا على التليفون يلقى الفيديوهات موجودين في الشان نتاعنا على اليوتيوب وتلقاوها في البيو. ما تنساوش تعملوا لها ابوني خاطر كل شيء على جي تي ار بي تلقاوه غاديكا. اول حاجه احنا نعيشوا في جي تي في ثلاثه مدن اللي هما لوس سانتوس وسان فييرو ولاس فانتيرس، وبحكم ار بي ضعيف شويه في السيرفر قررنا نحلوا مدينه من ثلاثه هذم فيها وايت ليست، يعني اي واحد باش يمشي للمدينة هذه اللي فيها وايت ليست باش يموت على طول اذا ما عندوش وايت ليست، باش الناس الكل تلعب ار بي وتلقى بلاصتها وتلعب على روحها كيما تحب هي. السؤال اللي تطرح كيفاه تعمر وايت ليست ابليكيشن وتدخل الويتنج فور انترفيو، ومن بعد كيفاه تعمل انترفيو. اول حاجه لازم تدخل للديسكورد اللي هو ابليكاسيون تواصلوا بها مع بعضنا، وتلقاو اليام تاع سيرفرنا في البيو، تدخلوا وبعد نمشيو للروم وايت ليست ال في ابليكيشن، تدخلوا للينك اللي غاديك واول حاجه تحطها هي الجيميل نتاعك. انا باش نحط اي جيميل جوست باش نوريكم الوايت ليست، نعملوا سويفون ومن بعد باش تحط اسمك في الديسكورد باش يعرفوك كي يجيو يتاجيوك ويقولوا لك اكسبتد والا ريفيوزد. دونك لازم تحط اسمك بالضبط، ومن بعد تكمل تعمر اسمك وعمرك ليفل نتاعك في الجي وتعمل سويفون، وبعد باش تقول له عليه تحب تمشي للفي والباك ستوري نتاعك. الباك ستوري هي القصه نتاع حياتك ملي تولدت بالطبيعه، مش في الريل لايف، مي القصه نتاع حياتك اللي تحب تعملها انت وباش تطبقها في الليفي. ومن بعد باش يعديوك للربي رولز، وبالطبيعه كان ما تعرفهمش نجم تلقاهم موجودين كل في الديسكورد، اما لازم تحفظهم كل على خاطر باش يسالوك عليهم في الانترفيو. تكمل تعمرهم الكل وتعملهم فوي، وهكا تكون اجاباتك الكل وصلت لنا، ولازم تستنى يتاجيوك في الروم ديسكورد هذه ويقولوا لك تقبلت ولا، وكان قبلوك يعطيوك رول اكسبتد وتستنى وقت يجيبوك فويس ويعملوا لك انترفيو ار في ابيل، وكان ما قبلوكش تستنى 24 ساعه وتعاود تعمر نفس الابليكاسيون اما باجوبه احسن.